النهارده كلنا في انتظار مباراه مهمه لمنتخبنا الوطني ضمن تصفيات البطوله الافريقيه ضد فريق بوتسوانا. تحديات كتير بيواجهها منتخبنا في المباراتين، سواء مباراه كاب اللي فزنا فيها من يومين ثلاثه او مباراه النهارده امام بوتسوانا بسبب الغيابات الكتير اللي بيشهدها المنتخب وطبعا ازمه حجازي. لكن الحمد لله رغم كل ظروف صعبه كان منتخبنا حسم مواجهته ضد كاب فلتي. الحقيقه مباراه النهارده شهدت تاجيلات وتغيرات في المواعيد. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف كان اكد ان الموعد النهائي لمباراه منتخب مصر ضد بوتسوانا اللي هتتلعب بكره الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. القصه بدات بعد ازمه اداريه واجهها منتخب بوتسوانا في الرجوع من موريتانيا، ده اللي خلى الكاف يعدل ميعاد المباراه اكتر من مره. ولكن مباراه المنتخب عموما دايما بيبقى فيها تفاصيل، فتعالوا نتكلم عن التفاصيل والتحضيرات الاخيره لمنتخبنا الوطني مع ضيفنا الكريم طه عبد الله الناقد الرياضي بموقع يلا كوره. منورنا طه. صباح الفل. صباح الورد، عامل ايه؟ احنا جايين بقى في فقره دسمه. لا لازم تبداي السؤال، بس انا اقول له ادي له الانتاي عشان نعرف هو احنا مقبلين على ايه. فقره دياب دي يا جماعه. لا مش فقره دياب، بس الفتره دي بتعيش المجتمع الكروي بيعيش من ازمات متتاليه ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. في امور كتيره مثيره للجدل، فاحنا هنحاول بقدر الامكان على ما حسب ما احنا معانا من الوقت نفتح الامور المثيره. سؤالك الاول معاك. تعالى نبدا الاول نقول ايه استعدادات منتخبنا ضد مباراه بوتسوانا. فعلا زي ما انت قلت في البدايه هي فقره هتكون مثيره ومليانه وفيها تفاصيل كتير، حاجات كتير حصلت في وقت قليل جدا من بعد مباراه كاب فيردي، سواء مع المنتخب والتفاصيل اللي بتحصل داخل صفوفه ومواجهته لمنتخب طبعا بوتسوانا. خلينا نبدا بالاستعدادات بتاعت منتخب مصر. منتخب مصر بعد مباراه كاب فيردي خد تمرينه بشكل طبيعي. اللعيبه اللي كانت تعرضت لبعض الاصابات في المباراه، في منهم اللي هغيب عن مباراه بوتسوانا طبعا زي مصطفى محمد وعمر مرموش. في لعيبه اتعرضت لنقدر نقول شد بسيط كده زي رامي ربيعه في المباراه، لكن هم جاهزين طبعا لمواجهه بوتسوانا النهارده. الامور مبشره بشكل كويس جدا. يمكن عدد الغيابات اللي موجوده عن صفوف منتخب مصر، بنتكلم في 5 غيابات هنستعرضهم، لكن كل شيء ماشي بشكل كويس. منتخب مصر وصل في ميعاده، قاد التمرين بتاعه وعلى كامل الاستعداد لمواجهه بوتسوانا النهارده. الحقيقه طه يعني ده سؤال الكلاشيه لكل الناس، والحقيقه احنا مش هنتطرق لمواجهه بوتسوانا لان بشوف ان المواجهه سهله، وبرده احنا في تصفيات افريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه اللي احنا كنا نعتقد ان احنا بنتولد نبقى في التصفيه، احنا خلاص في امم افريقيا، احنا مش لسه هنصفي. فخلي الحاجات دي على جنب وتعالى نفتح بقى ملف المنتخب ونبدا باول ازمه تم تسليطها للاضواء. والحقيقه مش اول ازمه ولا حاجه، ولكن هي الجديده اللي لسه فريش، ازمه احمد حجازي. احمد حجازي الموضوع بدا من المباراه مصر وكاب فيردي. منتخب مصر كان متقدم والامور ماشيه بشكل كويس. خلينا في البدايه نقول ليه احمد حجازي ما بداش. ده يمكن حسام حسن مدرب فني للمنتخب كان يتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ان حمدي فتحي عنده سرعات، هيقدر يتعامل اكتر مع سرعات منتخب كاب فيردي. بشكل عام هيقدر يتعامل مع المواجهه وشايف ان هو الانسب في مباراه زي ديت. احمد حجازي في اثناء سير المباراه احد اعضاء الجهاز الفني كان بيتكلم مع حسام حسن، كان صوته عالي شويه، كان بيتكلم بيقول خلاص المباراه ماشيه بشكل كويس جدا، نبدا ندفع باحمد حجازي. احمد حجازي كان موجود وحاضر، سمع طبعا الحديث اللي ما بين اعضاء الجهاز الفني، فشعر ببعض نقدر نقول الانفعال بسيط كده. طبعا هو ما عملش حاجه بس انفعال، رفض التغيير اللي هو انا هيتم اشراكي واحنا كسبانين وضامنين الفوز بالشكل ده كده، ما ملوش لازم. فهو حس بنقدر نقول بشيء من التجاهل او ان هو مش، بس انا عايز اعدل على كلامك طبعا بس في نقطه معينه، ان هو لا ده مش انفعال بسيط. فكره ان انا لاعب منتخب مصر ولاعب دولي محترف عارف ان الكاميرات كلها عليا، ان انا اطلع قدام الكاميرات اعترض على المدير الفني بتاعي، دي حاجه مش من شيء من اللعيبه المحترفين ولا من شيء من لعيبه الكره اصلا. هو بالفعل ده التصرف نفسه تصرف خاطئ، لكن خلينا نقول ان حسام حسن اتصرف في التصرف الصح. حسام حسن نقدر نقول احنا عارفين دايما هو مدرب طوال مسيرته او حتى طوال مسيرته كلاعب، هو بيحب نقول الجديه في التعامل وفي العمل بتاعه. بنشوف حسام حسن اتصرف بشكل كويس بعد المباراه، اتكلم بشكل كويس جدا، قال ده امر طبيعي، ظروف مباراه، قال الامور تطلع بشكل طبيعي جدا. دي حقيقة. وعلى مستوى ما حسناش بالازمه خالص. حسيت ان وده عكس حسام جدا، عكس اللي احنا معتادينه من حسام حسن، وده شيء يحسب له على فكره طبعا. هو مدرك طبعا حجم المسؤوليه اللي هو موجود فيها والانتقال الكبير اللي بقى فيه دلوقتي، وان هو بقى مدير فني لمنتخب مصر. حسام حسن اتعامل في اليوم التالي بشكل كويس جدا، خد الامور ببساطه. احمد رفض انه ينزل التمرين،
تاني تمرين اللي هو كان خاص باللعيبه اللي ما شاركوش في مباراه مصر وكاب فيردي. انت عارف طبعا بعد اي مباراه اللعيبه اللي هي ما شاركتش في المباراه بتتدرب تمرين نقدر نقول قوي شويه، وطبعا اللعيبه اللي نزلت كتبديلات عشان هم ما قضوش المباراه من اولها، وبيكون في تدريبات يعني اكتر راحه للعيبه اللي هم لعبوا المباراه. احمد حجازي رفض ينزل، حسام حسن بكل اريحيه. شكرا يا احمد، نورتنا في معسكر المنتخب. وعلى الفور طبعا احمد حجازي غادر معسكر منتخب مصر، وشفنا ما اثاره بقى على السوشيال ميديا والكلام بالزبط. اللي تم فتحه، والحقيقه انا احترمت هو اللي بدأ وانا اللي احترمت موقف حسام حسن بشكل كبير. طب شايف ده ممكن ازاي ياثر على بقيه اللعيبه المحترفين واللي مشاركين في من الانديه الاخرى؟ هو مش هيأثر بس على اللعيبه المحترفين، لا على باقي اللعيبه بشكل عام. معنى التصرف اللي حصل دوت من حسام حسن، لا هنا في منتخب مصر ما فيش حد اكبر من منتخب مصر، انا المدير الفني دي رؤيتي، ده طبعا ده شيء مشروع وشيء طبعا بيحصل في اي مكان في طبعًا. العالم انا اللي شايف رؤيتي الفنيه وانا اللي حابب اقدر اقول مين يلعب ومين ما يلعبش، فبالتالي ده هيخلق حاله من الانضباط اكتر داخل معسكر المنتخب، واي لاعب ايا كان هيحسبها كويس قبل اي تصرف هيقدر ان هو يعمله الفتره اللي جايه. ما حدش كبير على التيشيرت طبعا. طيب عايز افهم منك بقى نقطه مهمه جدا، احنا قلنا هنثير الجدل نفتح الملفات المهمه. حسام حسن، اشمعنى حسام حسن بيتم مهاجمته بشكل كبير جدا خلال من فتره تواليه وحتى الان؟ اشمعنى اتحاد الكوره والانديه المختلفه واللعيبه القدامى في التلفزيون بيطلعوا يعني ينتقدوه بشكل لازع كبير جدا، اشمعنى حسام حسن مش كل المدربين اللي جم، مع ان حتى الان يعني حسام حسن ماشي بشكل كويس، 5 مباريات تعادل وحيد هزيمه وتقريبا فوز على 3 منتخبات. حتى في حل الازمات زي ما كنتوا بتقولوا يعني هو اتغير مختلف. ليه بقى؟ انا عايز اعرف ليه الهجوم الكبير على حسام حسن تحديدا؟ هو قد يبدو شيء غريب شويه، احنا بنشوف مدربين اجانب كتير مسكوا المسؤوليه لمنتخب مصر، مدربين مصريين حتى في الفتره الاخيره كابتن حسام البدري، ايهاب جلال وغيرهم قبل كده، بنشوف ان الهجوم دلوقتي مختلف شويه عن السابق، حتى لو بصينا نتائج المدربين التانيين فهنلاقيها حتى لو في وقت قليل او في وقت كبير سواء مدربين اجانب او مصريين محدش حقق حاجه اصلا من 2010، مفيش حد نقدر نقول ان هو عمل انجاز يعتبر غير مثلا نقدر نقول كوبر في التاهل لكاس العالم، لكن غير كده مفيش يعتبر المدرب اللي هو صنع الفارق مع المنتخب. احنا يبقى ايه سر الهجوم ده فعلا؟ ما في احنا بعض عندنا بعض المدربين كنا بنطلع نحتفل بتعادل المنتخب مع بقيه الفرق، احنا مثلا في ماتش كاب فيردي راس الاخضر كسبانين 3-0 والناس بتعترض والناس طالعه في كل وسائل الاعلام وكل البرامج الرياضيه بيعترضوا. نفس الموضوع قبل مباراه كاب فيردي، احنا طبعا شفنا مصر وكاب فيردي في كاس الامم كان منتخب قوي ازاي، قدر ان هو يفرد نفسه واثبت نفسه ان هو منتخب كبير وقدر ان هو يوصل لدور كويس في البطوله، كان مفاجاه من مفاجات البطوله طبعا كاب فيردي، فالكل بدا يتكلم قبل المباراه لا منتخب مصر احتمال يخسر منتخب قوي كاب فيردي حتى لو مباراه على ارض منتخب مصر، رغم كده حسام حسن خالف كل التوقعات قدر يكسب باريحيه 3-0، ونقدر نقول ان هو دخل المباراه باثنين يعني بغياب 2 لعيبه كتير مهمه جدا في المنتخب زي امام عاشور ومحمد عبد المنعم من اللعيبه الاساسيه في قوام المنتخب الفتره الاخيره كلها، داخل مباراه مهمه زي دي ومعكش 2 لعيبه زي دول تقدر تحقق فوز وبنتيجه كبيره على منتخب يعتبر كويس، فالحقيقه هو غير مبرر سبب الهجوم يعني مش عارف ايه السبب. متوقع ايه متوقع ايه ممكن تبقى نتيجه مباراه النهارده؟ مصر وبوتسوانا اتمنى طبعا فوز المنتخب، واضح ان منتخب بوتسوانا هيكون عليه ارهاق، هو تقريبا في الوقت ده وصل لبلده كان عنده ازمه ان هو يرجع من موريتانيا لبلده بوتسوانا، منتخب مصر وصل قبلها بيوم خد التدريب بتاعه بشكل كويس عنده اريحيه رغم الغيابات، شايف ان منتخب مصر هيقدر يحقق نتيجه كويسه في الفوز. يعني انت بتقول لي توقعاتك للتشكيل في عجاله سريعه او حصل شويه تغييرات في التشكيل طبعا بعد غياب في عندنا 5 لعيبه غايبه في لعيب واحد بس اللي دخل على التشكيل منتخب مصر المعسكر اللي هو احمد عيد، طبعا مركزه غير مراكز اللعيبه اللي غابت طبعا تماما، وهنشوف حسام حسن هيتم هيستغله ازاي، بس اكيد لوجهه نظري يعني انا رؤيتي ان بعد غياب حجازي ممكن نشوف حمدي فتحي مستمر في قلب الدفاع ورامي ربيعه طبعا محمد شناوي طبعا الباكات هم زي ما هم محمد هاني الناحيه الثانيه
نفس الموضوع. نص ملعب هي اللي هتكون ازمه شويه، ممكن نروح على طول لخط الهجوم. شايفين هيبقى فيه اثنين غياب في خط الهجوم، عمر مرموش ومصطفى محمد كانوا اساسيين مع المنتخب طبعا. ابراهيم عادل بعد الاداء اللي قدمه هو نزل شارك بديل، ممكن نشوف ابراهيم عادل اساسي في المباراه، ممكن نشوف هو او صلاح في مركز راس الحربه، وطبعا تريزيجيه هيرجع لمركزه الثاني اللي هو الوينج بعد ما شفناه بيلعب في وسط الملعب. هي ممكن تكون النقطه الشاغره شويه في نص الملعب، ممكن نشوف النني ومروان عطيه، وممكن نشوف احمد زيزو كمان في نص الملعب. يعني انا اتمنى التوقيف، بس ولكن انا عندي نقطه مهمه جدا. انا الحقيقه بحس ان احنا بنتكلم على مواجهات بتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا وبعض الفرق اللي مع احترامي ليهم كلهم في الرياضه، في عالم الرياضه احنا عمرنا ما كنا نسمع عن الناس دول. منتخب مصر فاحنا بقى على طول بقى يعني الكاميرون يعني كوت ديفوار يعني الجزائر يعني المغرب، هو ده منتخب اللي احنا متعودينه. طبعا كره القدم الافريقيه تطورت، ولكن يبقى ما يبقى ويظل من يظل، يبقى المنتخب المصري هو رائد الكره في افريقيا. اتمنى ان احنا نرجع تاني اسود القاره وابطال القاره وابطال افريقيا على طول. وزي ما انا قلت، انا كنت فاكر في وقت من الاوقات ايام الله يمسيه بالخير حسن شحاته ان بطوله افريقيا دي بتاعتنا، يعني كنا بعد كده بقى جيلنا بدا يتطور كده كده بتاعتنا، كنا فعلا كاس العالم للقارات. احنا كانت طموحاتنا احنا بنلعب كاس العالم للقارات، واحنا عايزين غلبنا ايطاليا وعايزين نكسب البرازيل ونكسب امريكا ونصعد ونقابل ونلعب، هو ده المنتخب. احنا وصلنا لمرحله مش لذيذه شويه يعني، دي حقيقه، بس دي تعتبر مرحله تصفيات. ربنا يكرم ان شاء الله في بطوله افريقيا اللي جايه. يعني اتمنى وحسام حسن ان شاء الله ينجح، انا متفائل جدا بوجوده ومتفائل بشخصيته اللي بدا ان هو يطورها على عكس المعتاد، وزي ما انت قلت بدا ان هو يحس بقيمه المنصب اللي هو ماسكه، وان ده منتخب مصر، ده مش نادي في الدوري المصري، فبدا ان هو يتعامل بعقلانيه شديده هو وابراهيم. نتمنى له من قلبنا كل التوفيق. شكرك طه عبد الله، نورتنا حقيقي. نورك وافدتنا طه عبد الله، الناقد الرياضي موقع يلا كوره، نورتنا وشرفتنا. كده تكون خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل نرجع مع حضراتكم موجز الرياضه، خليكم معانا.